يعني انا واضح ان في خطا وحته الحفاظ على هذه المباراه لنادي الاتحاد ما كانتش موجوده من خلال تواجد اللاعبين بشكل جيد. طبعا لازم نبارك لبتروجيت النهارده وفوزه على فريق طلائع الجيش. كابتن طارق يحيى طبعا المدير الفني لفريق بتروجيت. كابتن طارق مساء الخير على حضرتك كابتن. حبيبي يا فاروق، ازيك يا باشا؟ تحياتك لينا وقناه الاهلي وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن ماهر همام متواجدين بيسلموا على حضرتك كتير. كابتن طارق كباتن مصر كابتن ماهر وكابتن مبروك شريف مبروك يا حبيبي، مبروك المباراه، مبروك يا طارق، مبروك الثلاث نقاط. الله يبارك فيك يا شريف. الله يخليك يا حبيبي. دايما مبروك كده، مبروك دايما. كابتن يمكن مباراه النهارده صعوبتها ان انتوا ممكن بتنافسوا على مركزين، يعني حضرتك النهارده بفوز النهارده وجودك بقيت في المركز التاسع، طلائع الجيش رجع او يعني احتل مكانك اللي كنت فيه قبل كده في المركز العاشر، فبالتالي انتوا اتنين منافسين النهارده، فالفوز كان بالنسبه لفريق بتروجيت كان مهم. كابتن طارق اكيد يا كابتن فاروق، انت بتتكلم في 6 بونت، يعني ماتش النهارده ده 6 بونت، وانا قلت للاولاد ان احنا بنلعب ماتش النهارده ب6 بونت مش ب3، لان طلائع الجيش فوقيك ببونت، لو انت كسبت هتبقى انت فوقيه ببونتين، ولو هو كسبك هو بعد خلاص عنك وبقى 35، وبالنسبه له الامور. فهي ماتش النهارده مباراه ب6 بونت مش ب3 بونت. فالحمد لله الولاد ادوها بشكل كويس، وقدرنا ان احنا الحمد لله ناخد 3 بونت بمنتهى الاهميه بالنسبه لنا، لان احنا يعني ده مش مكانه بتروجيت خالص. صحيح. طول عمرها فرقه كويسه وفرقه كبيره وفرقه يعني بيخافها فرقه كبيره يعني. فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا ناخد 3 بونت في منتهى الاهميه. بشكر الولاد على ادائهم النهارده، اداء كويس قوي. حتى وانت حتى لو لما الماتش ضاع منك، لما تعادلنا 1-1 لما كنا كسبانين وتعادلوا معانا بطلع جيش، ما فيش يأس، وضغطنا وجبنا جون تاني وضيعنا جون تالت على فكره. فالحمد لله يا فاروق يعني مبروك يا كابتن. ولكن كابتن طارق خليني اسالك سؤال، هل في تخوف كابتن طارق ان الامور مش بعيده، يعني ما بين حتى وادي دجله لحد يعني المركز الثامن اللي فيه مقاولين العرب يا كابتن، مش بعيده برضه، هل في تخوف كابتن طارق؟ لا بص، هو انا في اعتقادي رؤى اللي بيجيب 36 بونت خلاص بقى في الامان الامان، يعني يعني مش هيبص خالص لتحت، لان لو انت شفت كام مباراه باقيه هتلاقي 9 مباريات للفرق ما لعبتش و8 للفرق لعبت النهارده امبارح. 9 مباريات دول هو مش هيقدر، اخر فرقه مثلا طنطا هنقول انها تاخد 10 بونت مثلا. هنقول 11 بونت هتبقى 34. هو اللي يجيب 35 36 اعتقد الامور بيبقى متواجد خلاص. بيبقى متواجد، بس احنا ما بنلعبش على كده، احنا بنلعب. انت عندك المباراه القادمه كمان يا كابتن مصر مقاصه، مباراه صعبه تقريبا يعني بالنسبه ل الماتشات كلها روح، ماتشات صعبه. الماتشات كلها ماتشات صعبه، يعني ماتش الزمالك اللي فات كان صعب، وماتش النهارده صعب، وماتش اللي جاي اصعب. كل ما بتعدي عدد ماتشات او كل عدد الماتشات ما بيقل، كل ما الصعوبه بتزيد. صحيح صحيح، وتركيزك لازم يزيد بشكل كبير يعني. صحيح. لكن طبعا المباراه الحمد لله يمكن عوضتنا شويه في ماتش الزمالك اللي فات. يعني برضو ماتش ما كانش على المستوى اللي انا كنت بامله، الاولاد كانوا يعني فاصلين شويه، لكن بقول الحمد لله يعوضونا بشكل كبير ماتش الزمالك. ان شاء الله كابتن، بالتوفيق يا كابتن طارق ومبروك. واكيد بتروجيت مش دي مكانته فعلا، ان يعني فريق بتروجيت دائما مميز، واعتقد ما في ظل وجود حضرتك في الجهاز الفني الامور هتبقى ماشيه بشكل مميز. كابتن طارق يحيى طبعا المدير الفني لفريق بتروجيت، مبروك فوزه على طلائع الجيش واحتلاله المركز التاسع.